السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزاتي أعزائي تلميذات وتلاميذ المستوى السادس ابتدائي، مرحبا بكم في أولى حلقات هذه السلسلة التربوية التي تهدف إلى مواكبة وإعداد التلاميذ للامتحان الإقليمي لنيل الشهادة الابتدائية يونيو 2021. موضوع فيديو اليوم سيكون حول الدروس التي سيشملها الامتحان في كل من مادة اللغة العربية، اللغة الفرنسية والرياضيات، التي ستكون موضوع حصص الدعم والتقوية إن شاء الله خلال القادم من الأيام. ولكي لا أطيل عليكم سأبدأ على بركة الله بمادة اللغة العربية. المجال الأول مجال القراءة، المجال الثاني مجال الظواهر اللغوية يضم الصرف والتحويل، التراكيب والإملاء. المجال الثالث الكتابة ويضم مجالين فرعيين هما الشكل والتعبير الكتابي. فيما يخص المجال الرئيسي الأول ألا وهو القراءة، فهو يضم 8 أسئلة تتوزع على الشكل التالي: تحديد نوعية نص، تحديد معنى كلمتين من النص باستخدام إحدى استراتيجيات المفردات، استخراج معلومات صريحة أو ضمنية من النص، تحديد عبارة أو جملة من النص تبين إحدى الأفكار الواردة فيه، تحديد الفكرة العامة أو الأفكار الأساسية للنص، تلخيص النص أو جزء منه، استنتاج القيمة أو العبرة التي يروجها، إبداء الرأي حول النص أو حول إحدى الأفكار الواردة فيه. فيما يخص المجال الرئيسي الثاني ألا وهو الظواهر اللغوية، فهو ينقسم إلى 3 مجالات فرعية. المجال الفرعي الأول الصرف والتحويل يضم 6 أسئلة تهدف إلى اختبار قدرة المتعلمين على توظيف الفعل الصحيح أو الفعل المعتل في جمل معطاة، صياغة اسم الفاعل أو اسم المفعول، صياغة اسم الزمان واسم المكان، صياغة اسم الآلة انطلاقا من أفعال معطاة، صياغة اسم التفضيل على وزن أفعال، ثم توظيف العدد والمعدود في جمل معطاة. أنتقل إلى المجال الفرعي الثاني تراكيب، وهو أيضا يضم 6 أسئلة تهدف إلى تقييم المتعلمين في توظيف أدوات نصب الفعل المضارع الصحيح، توظيف أدوات جزم فعل المضارع الصحيح، توظيف الأفعال الخمسة أو الأسماء الخمسة في جمل معطاة، توظيف التوكيد في جمل معطاة، وتوظيف التمييز في جمل معطاة، ثم تحديد الموقع الإعرابي أي إعراب 4 كلمات من النص من بينها كلمات في المثنى والجمع المذكر السالم أو الجمع المؤنث السالم. ننتقل إلى المجال الفرعي الثالث الإملاء، يضم 4 أسئلة تتوزع كالآتي: كتابة همزة الوصل أو همزة القطع في كلمات معزولة أو ضمن جمل معطاة، كتابة همزة ابن، كتابة الألف اللينة الممدودة والمقصورة في الأفعال والأسماء، كتابة الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة في كلمات معزولة أو ضمن عبارات معطاة. المجال الرئيسي الثالث الكتابة، وقلنا أنه يضم مجالين فرعيين. مجال الفرع الأول الشكل يضم سؤالين: السؤال الأول ضبط 3 أو 4 كلمات متفرقة من النص بالشكل التام، والسؤال الثاني ضبط جملة من النص مكونة من 3 إلى 5 كلمات بالشكل التام. المجال الفرعي الثاني ألا وهو التعبير الكتابي يهدف إلى اختبار قدرة المتعلمين على إنتاج نص كتابي من 8 إلى 10 أسطر يرتبط بموضوع النص أو بمجال موضوعه انطلاقا من وضعية مناسبة وبتوظيف إحدى مهارات كتابة الوظيفية أو الإبداعية الآتية: كتابة رسالة شخصية، كتابة طلب، كتابة حوار، كتابة مقال، كتابة قصة واقعية أو متخيلة. Passons à la langue française. Selon le cadre de référence, l'examen de français est formé de 3 domaines, à savoir la compréhension de l'écrit, les activités réflexives sur la langue, et le dernier domaine, c'est la production de l'écrit. Commençons par la compréhension de l'écrit. Les objectifs d'évaluation sont
Reconnaître l'organisation d'un texte qui peut être narratif, descriptif ou explicatif. Relever les éléments d'information pertinents dans le texte proposé pour identifier les personnages, les relations entre les personnages, les temps et les lieux, les expressions indiquant la narration ou la description, les autres éléments d'information servant à vérifier la compréhension du texte. À propos du domaine des activités réflexives sur la langue, qui englobe 4 sous-domaines, à savoir le lexique, la grammaire, la conjugaison et l'orthographe, ces activités visent à évaluer les capacités de l'apprenant à reconnaître le ou les antonymes de certains mots du texte proposé, identifier dans une liste donnée les mots appartenant au thème du texte proposé, transformer une phrase déclarative donnée en une phrase interrogative, reconnaître le groupe nominal sujet ou le groupe verbal dans une phrase, reconnaître l'adjectif qualificatif et sa fonction grammaticale, distinguer les compléments du verbe ou les compléments circonstanciels, exprimer la cause à partir de phrases données en utilisant « parce que »,« car », »,« comme » ou « puisque ». Conjuguer des verbes usuels des 3 groupes au présent de l'indicatif, au futur simple de l'indicatif ou au conditionnel présent, au passé composé et à l'imparfait de l'indicatif. Identifier les mots invariables dans une liste de données, accorder l'adjectif qualificatif avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte, utiliser les homonymes qui sont entre parenthèses dans des phrases données. Finalement, et relativement avec les activités de la production de l'écrit qui ont comme objectif compléter avec des éléments donnés un texte de 3 ou 4 lignes en rapport avec le thème du texte proposé, produire un texte de 5 ou de 6 lignes à caractère narratif, descriptif ou explicatif en rapport avec le thème du texte proposé. سأنتقل بكم إلى آخر محطة في هذا الفيديو ويتعلق الأمر بالإطار المرجعي لمادة الرياضيات ومن خلاله سنتعرف على الدروس المعنية بالامتحان الإقليمي حيث يغطي الاختبار 4 مجالات رئيسية وهي مجال الأعداد والحساب مجال الهندسة مجال القياس مجال تنظيم ومعالجة البيانات يضم مجال الأعداد والحساب مجالين فرعيين حيث يهدف المجال الفرعي الأول إلى تقييم قدرة المتعلمين على إجراء حسابات أي إنجاز العمليات الأربع من خلال حساب مجموع وفرق أعداد صحيحة طبيعية وأعداد عشرية في وضع عمودي حساب مجموع وفرق وجداء وقسمة أعداد كسرية حساب جداء عدد صحيح طبيعي وعدد عشري في وضع عمودي حساب الخارج المضبوط لقسمة عدد صحيح طبيعي على عدد عشري أو العكس أما فيما يخص المجال الفرعي الثاني فهو يهدف إلى اختبار قدرة المتعلمين على حل مسألة متعلقة بموضوع من مواضيع التناسبية نمر إلى المجال الرئيسي الثاني الهندسة حيث يقترح 4 أنشطة موزعة على 4 مجالات فرعية تهدف إلى اختبار قدرة المتعلمين على إنشاء منصف زاوية إنشاء شكل هندسي اعتيادي إنشاء مماثل شكل هندسي اعتيادي حل مسألة تتطلب حساب مساحة شكل هندسي اعتيادي أنتقل بكم إلى المجال الثالث وهو مجال القياس ويهدف من خلال المجال الفرعي الأول إلى اختبار قدرة المتعلمين على إجراء تحويلات على وحدات القياس تهم تحويل وحدات قياس الطول تحويل وحدات قياس الكتلة تحويل وحدات قياس المساحة ثم تحويل وحدات قياس الحجم في حين يختبر نشاط المجال الفرعي الثاني القدرة على حل مسألة تتطلب حساب حجم مجسم اعتيادي ويتعلق الأمر إما بمكعب أو بمتوازي المستطيلات
يقدم نشاط مجال تنظيم ومعالجة البيانات وضعية مسألة يتطلب حلها تأويل بيانات واردة في جدول أو مخطط عصوي أو في مخطط بقضبان.